بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على طاعتك وزدنا قربا منك وزدنا من محبتك، فنحن دائما راغبون في المزيد. يا من تعطي بلا حدود، يا كريم يا عظيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله المرجع لكل شيء، المعين في كل الملمات، لم يلد، أي صفة الولادة ما عنده حتى على قبيل، لم يلد، لأنه كل من يلد فان أي غير باق، الله لم يلد فهو باق. بطبيعة الأمر لا أول لا هو لا آخر، وهو الأول والآخر وليس كمثلي شيء. لم يلد، قالوا سيدنا عيسى عليه السلام ابن الله، بل هو الله. وهذا تشوف انت في المجالس الشيطانية متاع الكنائس، الجيزوس الجيزوس اسم كلمة ربي، لا لا، يعني العبد يوم الشيطان لعبة قذرة لقص حدود، أظلهم ضلالا بعيدا، يعني بعد ما لرب. وذاك علاش ضالون، والكلاب اللي يختر منهم هم اليهود المغضوب عليهم، لأنه ذوكم زادوا ما لا طلعوا التحدي لله، اللي قالوا الله فقير ونحن غنيا، غلت أيديهم. هذاك علاش دائما يجدوا كان ليهم هما. والناس غريب والفقر يفعل، الناس يسبوا بحمدهم ليلا نهارا، هات يرضى السي اليهودي سود سعدك وسعدوا اللي انتم مايحين كليب الكرب اللي موجودين اليوم، صهين أكثر من صهاينة اللي أصلا يهودي. هذه هي من الفضاعة، لم يلقوا إليها بال. وذاك علاش مش يكونوا من أهل الجحيم الدنيوي والأخروي، لأنه اللي ما يراش اللي فما الله واحد ويخلص له العبادة ويعتبره الصمد، أي هو الوجه اللي تتوجه له باش تقضي شؤونك، مهما كان نوحة. ولم يلد، قلنا ليلد فعلا غير باق، ولم يولد، شكون ولد؟ ما يكون كان أعظم منه، وين هو الأعظم منه؟ شبيه غايب، علاش غايب؟ لأنه ما غير موجود، أو علاش؟ ولم يولد. إذن اليهود قالوا عزير بن الله، وزادوا قال والله فقير ونحن أغنياء، وزادوا جروا على ربي اللي اختارهم ربي أنبياء لهم في آخر مرحلة الأنبياء اللي نازلين سيدنا إبراهيم عليه السلام، أبو أكثر الأنبياء عليه السلام، قتلوهم الزوج بو الولد. علاش؟ على خاطر البو كان يحرص على باش ربي يعطيه ابن باش ينوبوا في حمل الرسالة اللي بقى منها ما بقى لم يمس من طرف الأيدي الآثمة متاع اليهود. هذيك ما تسمعوش فيها، يأخذ الكتاب بقوة، هذيك وصلت لهم فقالوا آه، إذا كان ربي قال يحيى يزم القضاء عليه، أعلم حشناش أعلم عناش يا الله. وهذه قالوا أنا أحلم في السجود، قال أنا كبرت وكلي يعس علينا عميتو وصميتو، أنا كبرت الناس كل قال لي في الساحة التعذيب، راهو تصور في المطركاج اللي قاع فينا والأسلحة اللي جات، وشي كبير قدش الحاكم خايف منا، شيء من العجب، شيء من العجب. كلمة الله قال ما عناش الله أكبر، باش تعرف الضبط تونس في دمن بورقيبة اللي خلى الناس اليوم يحرقوا، وخلى الناس من يخونوا بلادهم بعد ما تربوا فيها وكلوا خيرها وشربوا ماها وتغذوا بهواءها النقي. من اللي هذا فر يلوج في الفلوس، قال كان هنا فلسة يلوج الفلوس، لكن الفلوس يزيد يهوديته على يهودية كربية، ويزيد يعبد الدنيا ويحلل ما حرم الله. والمجرم مشى الغادي عموما اللي مش حافظ على دينه، مشى لكارثة لا تعرف إلا الإزدياد، نسأل الله السلامة. الأفلس بدينه يخرج من مكان أحسن إليه، حتى ورلا طبيب ولا عنده شهادة عليا
وخلى العدو هو اللي يستفاد منها على باش يزيد بلاده، يزيد يستعمرها المستعمر اللي لا يرحمه ولم لا يشبع ولا نقول أني رويت ما دماش هالكلاب هذوما الغرب والشرق من نوع هذا من نوع هم 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 بلو والعياذ بالله ما فيش فايدة الكلام ياسر ما علينا كم القرآن هو اللي علمنا كيف نعبد الرحمن وكيف نحبه ونخشاه ونشكره على فضله بالتمام والسلام.